بعد يوم 10 بدأت الأحياء المحيطة بتونس والخارجية تخرج في المظاهرات وتشارك أي فيها. نعم. إيه أهم الزخم اللي فعلته هذه الأحياء اللي أنتم بتسموها الأحواز؟ المناطق يعني أحواز العاصمة، أحواز العاصمة أو أي. الأحياء العاصمة أو الأحياء الشعبية يعني. الموجودة نعم. بالعاصمة. إيه الثقة اللي مثلته الأحياء؟ هي في نظري يعني الأحواز هي التي أطاحت بنالي، ليست العاصمة، الأحواز المناطق الشعبية التي تدور بالعاصمة من نواحي الأربعة هي مناطق تغص بالشباب العاطل عن العمل وبالشباب المهمش. أنا أعطيك مثال يعني. حي التضامن هذايا بتونس العاصمة من الأحواز يعد أكثر من مليون. الأحواز لما انتفضت الأحواز كانت ضربة قاسمة لأمن بن علي، ليس لبن علي، للأمن الذي كان يحمي بن علي، هو قسمته أحواز العاصمة. عدم قدرة الأمن على أن هو يسيطر ويسيطر، تدمير كلي كافة مراكز الأمن الموجودة بأحواز العاصمة كانت منهارة. الأعوان الأمن نزعوا الثياب ودخلوا إلى بيوتهم، أصبحوا يتجمعون في مناطق معزولة، وكان كل عون أمن في تلك الفترة هو مهدد من طرف الشعب التونسي.